ليلي رح نفتح ملف المي بلبنان. هالملف الكبير كتير ومتشعب ببلش بظاهرة شركات تعبية المي المش مرخصة واللي عددهم صار أكتر من 1000 وبيوصل لأكبر الشركات يلي معها تراخيص. اليوم رح نكشف بالوثائق نتائج فحوصات المي الميكروبيولوجيك اللي عملناها يلي انعملت بمختبرات يفاق بسويسرا. وقت اللي رحنا نفحص اللبنة أخذنا اللبنة والمي. قبل ما نعرض نتائج سويسرا، أغلبية الناس بتشتري المي بالجالونات البلاستيك، الجالونات الكبيرة يلي بترجع بتجي الشركة بتاخدهم بيرجعوا بيعبوهن من جديد وبيجيبوا لنا اياهم على البيوت. كل بيت، كل شركة، كل مصنع، كل مدرسة، كل مستشفى عم تشرب من هيدي المي، بس ولا مرة شي مرة حدا يسأل حاله قديش عمره هالجالون يلي معبى فيها المي. تقرير رح يوضح لكم هالقضية الأساسية والمهمة جدا جدا بملف المي وشو عم نشرب بلبنان. هون ظاهرة من الداخل لازقة على العلبة. غالبية اللبنانيين بتشرب مي من جالونات البلاستيك المعاد تعبئتها. هالجالونات إلى تاريخ صلاحية بتحدده كتير من العوامل، أهمها إنه يضل طول الوقت بعيد عن الشمس وما يتعرض لضربات قوية أو للزيت أو لمواد كيميائية. ورغم تأكيد شركات المي إنه هالجالونات بتتغسل وبتتعقم بشكل دايم، يبدو هالجالون يلي ما صار له أكتر من 10 أيام معبى موجود عفوني وبكتيريا بقلبه. اتصلت على وزارة الاقتصاد، طلبوا مني ابعت ايميل مرفق مع الصور فيها ووضحت فيها اسم الشركة ومين الموزع. على كعب كل جالون بيتحدد تاريخ الصلاحية بالشهر والسنة. هيدا تاريخ شهري ببين امتى تصنع الجالون، امتين صنع الجالون، يعني مثلا زي مثل ما انت شايف هيدا 2014 شهر 3. جولة على عدد من المستهلكين ببيروت وجبل لبنان بيّنت وجود جالونات عمرها 4 سنين وأكثر. هل هالأمر طبيعي؟ كل أنواع البلاستيك بضفولها مواد بنسميها بلاستيسايزرز، يعني مواد ملينة للبلاستيك، وبيزيدولها مواد أنتي أوكسيدان ومواد كونسيرفان، يعني مواد حافظة ومواد ضد التأكسد وكذا. هذه الإضافات هي المواد اللي بتخوفنا أثناء استعمال البلاستيك كوعاء للمواد الغذائية بما فيها المي. وجود المادة البلاستيكية تحت تأثير الهواء والشمس ومع العمر والوقت كمان، هذه المواد المضافة واللي هي مش مربوطة كيميائيا ببعضها بتصير تهجر المادة البلاستيكية إلى المي. بدل ما المي تكون 100% نظيفة بتصير مع الوقت عم تحتوي مواد سامة ومواد مضرة بالصحة. أي قانون بده ينظم هذا الموضوع في لبنان مفروض يرتكز ويستند إلى المواصفات تحدد عمر الاستهلاك للمادة البلاستيكية. هذا العمر مفروض يتحدد بسنتين 3 سنوات ماكسيموم، وما بيجوز أنه يكون مفتوح على الإطلاق. مثل ما شفتوا بالتقرير كل جالون في له تاريخ صنع محدد بالشهر واليوم والسنة. هالجالون له مدة صلاحية، وأكثر الخبراء المتفائلين إذا بدنا نروح على الآخر طبعا نظلم الشركات بيقولوا الجالون ممنوع يتعبى أكثر من 50 مرة، 70 مرة، يمكن إذا بدو يزيدوها بيقولوا 100 مرة، بس عادة الناس بتقول من 50 ل70 مرة، وأنه بكل الأحوال ما لازم يكون عمر الجالون أكثر من 2 سنين بالسوق. يعني اللي عندهم ببيوتهم هالجالونات الكبيرة إذا كل جمعة بياخدوا من عندكم جالون بك تعتبروا 4 أو 5 مرات بالشهر، لازم 1.5 سنة بالكتير الجالون خلصت مادته، لازم ينتلف وممنوع يرجع يستعمل لتعبية المي. البلاستيك يلي شايفينه وشفتوه بالتقرير اكتسب ليونته من مجموعة من المواد الكيميائية والحافظة، وكلنا سمعنا الخبير بالتقرير عم بيقول هالمواد بتتفكك بتصير بالمي اللي عم نشربها. ونحن عم نشرب هيدي المي، والله مش كل الناس قادرة تشتري صناديق مي من ماركات أجنبية، وكل يعني أكترية الناس بيشتروا من هالجالونات. نحن اليوم من وراء اللي عم بيصير يلي مبين معنا بالتحقيق، والله رح أطلب كمان من الشباب يعطوني جالون من اللي موجودين عنا لحتى كمان نأكد للناس كيف الطريقة يلي بينشاف فيها المدة مثل ما قلنا لكم من وراء. ولكن قبل بدي أقول لكم نحن اليوم عم نشرب مواد كيميائية كرمال الشركات توفر شوية مصاري. أنا ما بدي أخوف الناس، ولكن هالمواد
خليها تكون واضحة، مش مثل اللبنة هون واضحة بالمي. هالمواد عن جد مسرطنة وما عم نمزح بهذا الموضوع. أنا بدعي الكل هلأ يطلعوا على الجالونات يلي ببيوتهم، من وراء على كعب الجالون في رقم وسهم بحدد الشهر والسنة. هودي الرقم والسهم بحددوا شهر والسنة، وهيك كل واحد بيعرف الجالون. يعني هيدا الجالون يلي معي الفلاش تبعه، هيدا مصنوع بال2009 وهيدا موجود هون بالال بي سي اي، وهيدا نحن عم نشرب منه من ال2009 لل2014 خمس سنين. ما بعرف كم مرة هيدا الجالون معبى، وما بعرف شو عم ينزل مع المي من مواد مسرطنة مع البلاستيك. أنا الليلة بدعي كل المستهلكين ما بقى حدا يستلم من بكرة الصبح جالون إذا تاريخ صنعه قبل الـ 2012 بالحد الأقصى. الكاميرا قدرت تصور جالونات بالسوق لكل الشركات، لكل الشركات لحتى ما يقولوا ليش ما سمى، لكل الشركات. في جالونات بالـ 2009، في بالـ 2010، في شيء من الـ 2005، في شيء له 9 سنين ناس عم يشربوا منها. هيدي جريمة برسم كل المعنيين، وأنا بدعي وزير الصحة يفتح تحقيق فوري بكرة فوراً بموضوع الجالونات البلاستيك الكبيرة وكل الشركات. نحن هون مثل ما قلت ما سمينا ولا شركة، ما بتفرق معنا، معنا مسك ما مشكلة نسمي، ولكن بقصة الجالونات الكبيرة كلهم مخالفين للقانون. أما الجالون اللي شفتوه واللي فيه بكتيري شفتوه بالتقرير قلوا 10 أيام معبى، هيدا في شكوى رسمية مقدمة لوزارة الاقتصاد. نتمنى على الوزارة تخبرنا بالحلقة الجاي شو النتيجة يلي وصلوا لها، وما بقى رح نسكت ونغطي أي حدا، ما بقى رح نسكت ونغطي حدا لو شو ما كلف الموضوع. بعد البريك بالأسامي والوثائق نتائج فحوصات مايكروبيولوجيكال اللي عملناهن لأناني المي بالماركات، 6 ماركات خضعت للفحوصات، رح نسميلكن اياهن ونعطيكن نتائج بعد البريك.